مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم دين ودين. فضيل الدكتور أعود إليكم مباشرة. الأخ فهد يتكلم أو يرى بأن الأسواق المالية الذي يتحكم بها رجال السياسة وليس رجال الاقتصاد. طبعا لم يعني يبرر أو ما هو ما على أي أساس يعني توصل إلى هذه النتيجة. ما هو رأيكم وهل هذا صحيح فضيل الدكتور؟ الأصل في البورصات العالمية يعني كلها أنها تدار من قبل الاقتصاديين أصحاب الأموال، ولكن إذا كان لأصحاب الأموال دور في السياسة فهذا أمر آخر. وهذا هو الغالب السياسة نعم هو الغالب الآن. السياسة والمال والسياسة والاقتصاد عفوا كانتا كما يسمون وجهين لعملة واحدة كما يقال، ولكن في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد سمعنا من السياسيين بأنه هذه المسألة قليلة، إنما كل شيء من أجل الاقتصاد. ولذلك أمريكا يعني حقيقة دخلت في حرب الخليج واحتلت العراق، وهذه كلها حقيقة كان أحد الأسباب هو الحصول والسيطرة على البترول، ومن خلال السيطرة على البترول السيطرة على العالم، لأن البترول هو العمود الفقري للعالم بالمناسبة. فلذلك ليس هناك فعلا كلام أخ فهد يعني من حيث المآلات كلام دقيق، لكن من حيث الظاهر فمن حيث أمور الإدارية والأمور كذا تدار من خلال رجال الاقتصاد، ولكن لرجال الاقتصاد دور في السياسة. الآن مثلا اللوبي الصهيوني في أمريكا بأي شيء يستطيع أن يؤثر فيه؟ بالمال، وإلا هم حجمهم 6 ملايين والمسلمون حجمهم 8 ملايين، وشوف شتان بين دوري 8 ملايين وبين دور 5 ملايين ولا 6 ملايين. هذا بيدهم الإعلام وبيدهم المال، وخاصة صحيح. المال صحيح. فمن هنا من هذا الجانب، لكن الإدارة لابد أن تكون بأيدي رجال الاقتصاد. أشكرك فضيلة الدكتور على هذه الصراحة، وأطلب من السادة المشاهدين، هناك اتصالات لكن حقيقة لا أستطيع أن أخذ هذه الاتصالات لضيق الوقت، يمكن أن يرسلوا أسئلتهم على العنوان أو على البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامهم على الشاشة. عبد الله فضيل الدكتور يتساءل، دفع مبلغ لأحد الأصدقاء ربما من أجل مشروع في العقار، لكن حقيقة يعني المضارب الذي أخذ المال من أجل العمل به لم يقدم للتراخيص، يعني لم يتقدم إلى البنك صحيح. المركزي والجهات المختصة من أجل الحصول على التراخيص. صار خلاف، حكموا للأخ عبد الله بأنه أن يأخذ المال ويأخذ مبلغ من التعويض. هنالك من العلماء من قال له أن هذا العقد باطل، وما هو باطل ما بني على باطل فهو باطل ولا يترتب على هذا العقد أي شيء، وبالتالي هذا التعويض حرام. ما هو رأيكم فضيل الدكتور؟ نعم، أولا لابد حقيقة أنا يعني أنبه إخواني وأخواتي من خلال هذا البرنامج الطيب ومن خلال هذا المنبر الطيب، أنبههم بأن يتعاملوا حقيقة في أموالهم مع الشركات المعترف بها من قبل الدولة. هنا أنا في اعتقادي بنك المركزي حينما يضع شروطا يجب الالتزام بها، لأن هذه الشروط لمصلحة البلاد والعباد، خاصة في مجال الاستثمار. لابد أن يكون هناك تراخيص، لابد أن يكون رأس المال كذا، هذا مطلوب حقيقة من حيث المبدأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للأخ الكريم، إذا كان هو قد دفع واشترط بأن يكون فعلا أن يحصل على التراخيص، وحينئذ قد قصر الرجل فشرعا له حق في عودة إعادة رأس ماله، وما أصابه من أضرار فعلية ومن مصروفات فعلية، ما حكم عليه لجنة التحكيم أو القضاء، فلنفرض إذا كان هو دفع 100,000 والآن حكم له زيادة 5% 5,000، شرعا لا يجوز له أن يأخذ من 5,000 إلا بمقدار أضراره الفعلية ومصروفاته الفعلية. فلنفرض أنه هو صرف ودفع رسوم وعطل نفسه يوما وكان في كل يوم يقابل كذا وكذا، فيجوز أن يأخذ هذا المبلغ بمقابل مصروفاته الفعلية والأضرار التي أصابته. أما أن يأخذ في مقابل ما يسمى الكسب الفائت، يمكن لو كانت الفلوس معي كنت أربح 5% ولا 10%، هذا لا يجوز أن يأخذ هذا المجال، لأن هذا ربا ولا يجوز أن يأخذ إلا بقدر مصروفاته الفعلية وأضراره الفعلية.
وما عدا ذلك يرده على صاحبه، لا يقال في هذه الحالة يعني ينفقه في وجوه الخير، لأن الشخص هذا ليس جهة ربوية مثل ما نحن، وإنما هو شخص أخطأ مسكين حتى ولو عمدا، يعني فهو ليس جهة ربوية، وبالتالي يجب أن يرد الباقي عليه، ولا يجوز أن يأخذ من هذا المبلغ الزائد إلا بقدر أضراره ومصروفاته الفعلية. أشكرك فضيل الدكتور، الإجابة واضحة وتفصيل رائع. أخ محمد من الجزائر فضيل الدكتور، سؤاله كان طويلا لكن يعني فهمت ماذا يريد. السؤال الأول يعني، وأنت ما قصرت أستاذ يعني غسان، أيضا دخلت معه في مزيد من التفصيل. ما شاء الله، جزاك الله خير وإياكم فضيل الدكتور. حقيقة أنا أود أن يعني الأمر يكون متضح، يعني حينما يسمع إنسان بأنه المصارف الإسلامية فيها شبهات وفيها بعض العقود الفاسدة، أو هناك بعض العلماء الشريعة يحرمون بعض العقود، حينما يسمع الإنسان العادي هذه الأقوال أو هذه، هل يجوز للإنسان في هذه الحالة أن يتعامل مع هذه المصارف، وما حكم تعامله مع هذه المصارف؟ هذا السؤال الأول دكتور. جيد. هو حقيقة يعني لا شك هناك آراء مختلفة بين هيئات الشرعية، ويجب على الهيئات الشرعية على أقل تقدير أن تلتزم، أنا في رأيي، بقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية، فهذا معيار جيد ومرجعية جيدة تجمعنا جميعا في الأسس العامة. ولكن مع ذلك إذا كان للبنك هيئة شرعية في نظري، ويعني من حيث المبدأ هذا ينبغي، يجوز التعامل مع هذه البنوك. وقد يكون الخلاف، يعني مثلا على سبيل المثال في السودان، في جمهورية السودان لا يجيزون المرابحة مع وعد ملزم، ولكنهم اضطروا بعد ذلك إلى أمر آخر أشد من ذلك. فأخي مرابحة بوعد ملزم هذا أجازه مجمع الفقه، فلماذا؟ فلماذا نحن نتشدد فيها؟ كذلك في ليبيا بالمناسبة، أحد الإخوة الفضلاء وهو يمكن على رأس دائر الإفتاء يعني يمنع هذا. لا، هذا لا ينبغي حقيقة أننا نقول بمذهب معين في مالك ولا مذهب الشافعي، ما دام هناك رأي معين محدد يجوز، وخاصة الوعد الملزم حقيقة أنا والله أراه راجحا. حتى قبل البنوك وأنا تكلمت في رسالة الدكتوراه بالتفصيل بأن الوعد الملزم هو مفروض من القضاء أن يحميه، لأنه يدخل في قوله سبحانه وتعالى كمثال. فمن هنا ما نسمعه من بعض العلماء خارج البنوك الإسلامية قد لا يكون حكمهم دقيقا، وهذا أريد أن هذا أريد فضيل الدكتور أن أناقشك بها. حقيقة أنه هناك علماء شريعة، لكن يعني نكون صريحين دكتور، يكونون بعيدين عن ما يسمى بالمعاملات المالية المعاصرة أو المصرفية بالذات، فبالتالي يعني هناك مؤتمرات كثيرة، يعني حتى وصلنا كما تفضلت فضيل الدكتور إلى هذه العقود التي تجرى في المصارف الإسلامية. من الملاحظ أنه في كثير من العلماء الدين نحترمهم ونجلهم وهم فقهاء وغير ذلك، لكن ربما لا يتابعون الأبحاث والمؤتمرات، وإن وصل يعني علماء الاقتصاد في هذه العقود المعاصرة المصرفية. هل ترجح فضيل الدكتور، أو ما هو تعليقك حول هذا الموضوع، وما هو السبيل لتثقيف يعني هذه الفئة اللي هي مهمة في المجتمع فضيل الدكتور؟ هو عظمة الفقه هو في التجديد والتطور، وعظمة الفقه كما قال سلفنا الصالح في إيجاد رخصة معتبرة. أما التشدد كما قال سفيان وكما قال غيره فالكل يتقنه، لكن نجد مش حيل، نجد حيلا عفوا، إنما نجد رخصا شرعية مؤصلة. يعني مثلا الآن حينما نحن وجدنا مثلا مشكلة في مسائل السندات، ربما في مسائل الصكوك يعني بديل كبديل للسند، وجدنا أن إيجار المنتهي بالتمليك حقيقة تحقق غرضا عظيما جدا من حيث معرفة الأرباح ومن حيث نوع من الضمانات، لأن الشخص ملتزم بالشراء، فما المانع من ذلك؟ فلذلك يعني أنا أقول يعني من طرفين أن بقى يعني علينا أن نطور هذا الفقه العظيم، وهذا هو السبب في أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابه كله بصورة قطعية الدلالة، وإن كان قطعية الثبوت. هناك نصوص ظنية الدلالة، وهناك مناطق سمون سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سماه منطقة العفو، كما في حديث سلمان.